قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على منا وطمنا على حالة الطقس، وكمان نعرف منها أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا صباح الخير يا منا. قبل ما نتكلم عن التفاصيل الكتير اللي هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة، الجملة الختامية اللي هدير نهد بيها المقدمة هنا القاهرة دي كانت الجملة الافتتاحية اللي أستاذنا كلنا أستاذ أحمد سالم افتتح بيها الكلام في الإذاعة، وهي اللي من ساعتها يمكن اعتمدت، يعني موجودة في كل الإذاعات، أو هي كانت البداية لكل الإذاعات المصرية. يمكن ده كان سنة 1934، قوتنا الناعمة الإذاعة المصرية اللي دايما كانت سندانة في مهامنا الوطنية. يمكن نقدر نقول إن إحنا عندنا الريادة من زمان قوي في إذاعاتنا الموجهة. إحنا عندنا 17 إذاعة موجهة ب 23 لغة محلية، بنتكلم أفريقيا بلغتها، بلغتها السواحيلي، بلغتها المختلفة، بنكلم إسرائيل باللغة العبرية، بنكلم بمختلف اللغات. يمكن من أوائل الإذاعات الموجهة اللي كانت موجودة إذاعة صوت العرب، اللي كانت في الأساس بدأ كإذاعة موجهة كانت بتكلم العرب المقيمين في أمريكا، ومن بعدها بقى استمرت الإذاعات. ما ننساش كمان الإذاعات الموجهة ودورها وقت حرب أكتوبر، قد إيه كانت قوية وقد إيه كانت بتنشر كل أخبارنا. يمكن إحنا ثالث إذاعة العالم الموجهة، الأول ابتدت البي بي سي وصوت أمريكا، وبعدها كانت إذاعاتنا المصرية. نقدر نقول كمان إن من بعد حرب أكتوبر إذاعتنا كانت بترسل رسائل مختلفة، نقدر نقول إنها تحولت بعد كده لإذاعة القرآن الكريم. مين فينا ما بيبتديش يومه بإذاعة القرآن الكريم اللي بتملى يومه بهجة وبركة. صباح الخير عليكم، تعالوا نستعرض بقى مع حضراتكم أحوال المنور في مناطق مختلفة من مصر. نبتدي جولتنا من القاهرة، من كوبري 15 مايو احنا شايفينه بيشهد سيولة مرورية نسبية، والكورنيش فيه كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات للي مكمل للمعادي وحلوان. واللي هيبص على مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه مغلق لمنتصف شهر أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم، بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، والمدة تنتهي منتصف أغسطس اللي جاي. نروح مع بعض في اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس، احنا شايفين كثافه مروريه على طول الكوبري ولغايه نزله غمره والعباسيه. المتجه لشارع بورسعيد والشرابيه وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والامريه والعكس هيلاقي كثافات عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي. الناس على الطريق الدائري طبعا ياخدوا بالهم ان في غلق جزئي بسبب اعمال توسعه الطريق الجاي من المرج تجاه السلام في الوصله من منزل الطريق الدائري تجاه شارع السادات ولغايه مطلع الطريق الدائري عن طريق جالكسكو، وده لمده شهر تقريبا، واحنا اتكلمنا عن ده قبل كده. اللي هيكمل الطريق الدائري هيلاقي بعض الكثافات عند نزله المرور اللي موجوده في اليوب ونزله المحور. نستكمل مع بعض جولتنا في شوارع الجيزة، احنا شايفين كثافات مرورية بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، طبعا في تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع احنا عارفين وجودها لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان في الجيزة. الكوبري هيربط بين محور الفريق كمال عامر، محور الزمر سابقا، بمحور صفت اللبن وشارع السودان، وده طبعا بيستلزم غلق جزئي لشارع السودان بالاتجاه اللي جاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان. هنلاقي كمان في استمرار للغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري القوس الشرقي والمنيب للجاي من محور الليبيني والمؤدي لأعلى طريق المنصورية والطريق السياحي ولغاية يوم الخميس 23/6، وده برضو بيجي في إطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وطريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق اللي بتشرف على تنفيذها وزارة النقل. تعالوا نكمل مع بعض جولتنا من محور 26 يوليو، هنلاقي طبعا كثافات للمتجه لميدان لبنان، وبتقل الكثافات لغاية نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو. محور صفت اللبن بيشهد كثافة مرورية برضو زي ما احنا متعودين.
تعالوا هنا نروح شارع الهرم. احنا شايفين الكثافات ابتدت تظهر وحديد طبعا في معايد الذروة بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين ولغاية الطلبية، وهنلاقي كثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل ومنطقة الطوابق لغاية العشرين، وطبعا هنلاقي كمان كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وتحويلات مرورية بسبب إنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وده طبعا بيستلزم غلق كلي قدام طريق البراجيل قدام حركة المرور تحديدا أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي. احنا شايفين ان تم اجراء تحويلات مرورية في حركة سير المركبات القادمة من مناطق أسيم وأسفل الطريق الدائري. خلينا بقى نروح لمحافظة الإسماعيلية، واللي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي هيلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة، واللي هيتجه من خلال الطريق الزراعي سواء من طريق الإسماعيلية أو من منطقة مستورد هيلاقي سيولة مرورية. لو دخلنا بقى جوه شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة، احنا شايفين الخريطة مكسوة باللون الأخضر حوالين كمان الطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد وكمان مجمع المحاكم، هنلاقي فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر أبدا على حركة الطريق. اللي هيتجه لبورسعيد هيلاقي فيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، إجمالا محافظة الإسماعيلية فيها انسيابية شديدة النهاردة. خلينا نشوف بقى منطقة القناة، نتجه بقى ونسيبها ونروح الصعيد ونكمل مع محافظة سوهاج. هنبتدي من محطة قطر سوهاج، الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش، وهنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق للمؤدي للجامعة هنلاقي برضو فيه كثافة نسبية. هنلاقي كمان كثافات مرورية عند مستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. أما بقى طريق الحواويش الرئيسي احنا شايفين فيه سيولة موجودة معانا، وطريق أخميم جرجة كمان احنا شايفين فيه سيولة مرورية في الاتجاهين للجاي من مدينة سوهاج أو العكس. ولو بصينا أخيرا على طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي برضو فيه سيولة مرورية. خلينا دلوقتي مع حضراتكم نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرئيسية. نبتدي بطبيعة الحال مع الدولار الأمريكي، سعر الشراء 18 جنيه 54 قرش، سعر البيع 18 جنيه 62 قرش، اليورو 19 جنيه 94 قرش للشراء، 20 جنيه 3 قروش للبيع، الجنيه الاسترليني 23 جنيه 42 قرش للشراء، 23 جنيه 53 قرش للبيع، الفرنك السويسري 19 جنيه 32 قرش للشراء، 19 جنيه 41 قرش للبيع، اليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه 79 قرش للبيع، الريال السعودي 4 جنيه 94 قرش للشراء، 4 جنيه 96 قرش للبيع، الدينار الكويتي 60 جنيه 62 قرش للشراء، 60 جنيه و90 قرش للبيع، والدرهم الإماراتي 5 جنيه و4 قروش للشراء، 5 جنيه و7 قروش للبيع. أما بقى متوسط أسعار الذهب فخلينا نشوف مع بعض سجل كام للجرام. عيار 18 الجرام سجل 874 جنيه، عيار 21 سجل 1020 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1166 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب فسجل 8160 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهنلاقي نشاط رياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 37 درجة في الظل، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، والأقل هتكون في السلوم 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.